أنا مش معترض، أنا بقول إنه فكرة إن إحنا نستعمل أي تطور دي حاجة أنا عمري ما هبقى ضدها، لأن ده اتخلقنا أصلاً عشان نعمر ونطور. إنما أنا هبقى ضد دايماً إنه فكرة حاجة تشبه كده حريتي تنتهي عند حرية الآخرين. أم كلثوم ماتت، أنا لست مش من حقي طبعا احنا وقفنا المشروع أفكر لها على طول تغني أغنية، لكن كان احتراما للورثة وباعوها لقنوات يعني المفروض إن احنا وأنت نفسك يا أستاذ عمرو بتقول إن مايكل جاكسون باع الحقوق بتاع الورثة بتوعه الورثة باعوه ب 60 مليون دولار بس برضه يعني هنا ده كله بيتم في إطار أخلاقي. أنا بصراحة يعني معلش مش عايزة أؤمن، بس أنا بصراحة لا أؤمن بموضوع الأخلاق لوحده ده. ما أنا عشان كده لسه لازم يبقى في قوانين، لازم يبقى فيه تشريعات طبعا دكتور حسام، يبقى فيه حاجة ملزمة رابعة لما بعمل الموضوع ده والله بتعاقب عليه سواء ماليا أو بنائيا أو إلى آخره. اتفضل أستاذ عمرو. عشان كده كنت بقول إنه التطور أنا موافق عليه جدا، ولكن لما أعمل حاجة زي كده لازم أكتب إن أنا عملت ده بالطريقة الفلانية وآخد بيها أبروفل